نرحب معا بشخص وفي ومرح وهادئ جدا يمتلك أسلوب مميز في التعامل، دائما ما كان سبب الابتسامة لأصدقائه، يرافق الجميع دون أن يخذلهم أو أن يسبب لهم أي حزن أو أثر سلبي في حياتهم. يصفونه بالشخصية الغامضة، لكنه يحمل في داخله الكثير من المحبة والحنان للآخرين. كان ولا زال صافي القلب وصادق المشاعر ويحب الجميع. دعونا الآن نرحب بطالب الخريج أمين الياس كوتي من جامعة دهوك كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة، فليتفضل محفوظا بالتصفيق العام. Küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez.
الليل.